السلام عليكم ورحمة الله. إذا غادي نكملوا تصحيح ديال المباراة الوطنية المشتركة يولوش كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان. إذا بقينا في السؤال رقم 9، alors si UN N appartient à une étoile est une suite géométrique de premier terme U1 égale à 2 et de raison Q égale à 1 sur 3, alors le produit U1 fois U2 fois G jusqu'à fois UN est égal à UN متتالية هندسية حدها الأول يساوي واحد كيساوي جوج وأساسها كيو كتساوي واحد على ثلاثة. إذا الجداء U1 فوق U2 فوق U3 جوسك فوق UN يساوي عندنا 5 اقتراحات. مطلوب منا تحديد التعبير ولقيمة هذا الجداء هذا بدلالة N. جداء حدود متتالية هندسية أو مجموعة فهذا شي حاجة كلاسيكية ومعروفة، لكن بعد ذلك على جوج الطرق للإجابة كيف ما تعودنا في مجموعة من الأسئلة. أغلب الأسئلة اللي دوزناها وكاينين عدة طرق للإجابة، كاينة طريقة اللي كدير في لا ريداكسيون، هذه من الأفضل ملي كنكون عارف الطريقة كنزرب وكناخد الجواب الصحيح من الأول. كاينة طريقة اللي كتتبادل الاقتراحات. إحنا غادي نديرو الطرق بجوج. نبداو بالطريقة الأولى، دائما أنا كنمشي للطريقة الأولى من الأفضل. إذا كنت سريع في الحساب وعرف الجواب طريقة الجواب فكمشي بالطريقة الأولى. إذا كنت عارف راسي غادي تعطل في الحساب فمن الأفضل ندير الطريقة الثانية وحتى هي كتعطيني الجواب بكل تأكيد. أنا نبداو بالطريقة الأولى. أول حاجة بما أننا ولا نحسبوا هاد الجداء خاصة تعبير يو ان بدلالة ان، وتعبير يو ان بدلالة ان كيطلب أن يكون عارف الحد الأول والأساس اللي هما عندي في لينونس. أشنو كنساوي الحد العام يو ان؟ يو ان كتساوي يو بي. وشنو هي يو بي؟ هنا هي يو واحد الحد الأول فوا كيو بويسونس ان موان بي ان موان زان اي، يعني هنا دو فوا ان سيغ تخوا بويسونس ان موان زان أو لا دو سيغ تخوا بويسونس ان موان زان. هذا يو ان بدلالة ان. ألوغ هنا غادي نديرو الطريقة بالنسبة لهاد المتتالية بالضبط، ولكن هي صالحة في جميع المتتاليات الهندسية. هذه هي الطريقة. Alors U1 fois U2 fois jusqu'à fois UN, je ne sais pas. U1, je ne sais pas, il y a juge. Ou le juge, elle est l'état. Juge, elle est l'état, puissance 1 de la l'état puissance 0. Fois U2, je ne sais pas, U2. Il y a 2 sur 3 puissance 2 moins 1. Il y a 2 sur 3. U3, je ne sais pas, il y a 2 sur 3 puissance 3 moins 1. Il y a 3 au carré. Fois. حنا غادي بهذا الشكل حتى الـ UN الجداء كيسالي في UN. إذا غادي نسالي أنا بالتعبير للـ UN اللي هو 2 سور 3 بويسونس 1 موانز 1 يساوي 2 فوا 2 فوا 2. شحال من مرة خاصني نعرف شحال من مرة باش غادي نعرف؟ عندي هنا UN وهنا U1، لأن الحد الأخير ناقص الحد الأول زائد 1 N موان بي بلس 1 N موانز 1 بلس 1 هي N. إذا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 N فوا N مرة، يعني شحال كتساوي؟ هي 2 بويسونس ان، مثلا 2 فوا 2 معاودة جوج المرات هي 2 او كاري، 2 فوا 2 فوا 2 معاودة 3 المرات، اذا 2 بويسونس 3 هنا معاودة ان مرة، دونك 2 بويسونس ان. سيغ هنا عندي 3 اس 0 في 3 اس 1 في 3 اس 2 حتى 3 اس ان ناقص 1. اذا تلاحظوا بلي الاساس ثابت والاس يتغير، اذا غادي نجمعوهم في اساس 1. 3 اس 0 زائد 1 زائد جوج، وفين غادي نحبسو؟ غادي نحبسو في ان ناقص واحد. زيرو زائد واحد زائد جوج زائد تلاتة حتى ان ناقص واحد يساوي جوج اس ام على تلاتة اس. اذا اشنو كتساوي هاد المجموعة هادا؟ زيرو زائد واحد زائد جوج حتى ان ناقص واحد. هنا خاصنا نكونو حافظين هاد المجموعة، يعني حنا كنحافظو المجموع التالي اللي هو سيغما 2k égale à 0 ou les 2k égale à 1, la même chose jusqu'à n 2k. Et le majmou est quoi? Mais dans les cas où les valeurs sont dans le même sigma, est 0, زائد 1, زائد 2, زائد 3, حتى ال n. كيف ما كان هذاك n بشرط يكون أكبر أو يساوي 0. هذه راه كنعرفوا شنو كتساوي. هذه كتساوي n في n زائد 1 على 2. خاصك تكون عارف يعني حتى مجموع المربعات، يعني سيغما دو كا كاري و سيغما دو كا بويسونس 3، هادو خصهم يكونوا محفوظين.
لكن انا عندي هنايا واحد زائد جوج زائد ثلاثة حتى الان ناقص واحد، ماشي حتى الان. يعني شنو غادي ندير الان؟ تو سامبلومون غادي نشيل هنايا ونعوض الان بان ناقص واحد. بطريقة اخرى مثلا هنا خدينا ام، هنا عطاني ام في ام زائد واحد على جوج، وهنا مسالي بان ناقص واحد. اذا اللي كيلعب الدور ديال ام هو هاد ام ناقص واحد. صافي، اذا شنو غتعطيني؟ ثلاثة اس ام اللي هو ان ناقص واحد في ام زائد واحد اللي هو ان ناقص واحد زائد واحد اللي هو ان على جوج. صافي، اذا هذا هو الجواب. وهنا واحد الخطأ خاصنا نردو مع البال، اتونسيون هنايا، هو انك تجي تاخذ هذا المجموع هذا اللي هو من واحد حتى الان هذا، وتمشي تعوض هذا بان في ان زائد واحد على جوج، ثم تنقص منها واحد وتحسب. رد معايا البال، شوف معايا فين كاين الخطأ إلا درتي هاد القضية. غادي ناخد هاد المجموعة اللي كاين عندنا في هاد الأس، ثلاثة عندها واحد زائد جوج زائد ثلاثة حتى الآن ناقص واحد، غادي نفرقو. هذا هو واحد زائد جوج زائد، أشنو كاين قبل من الآن ناقص واحد؟ كاين الآن ناقص جوج، دايما غادي لو كنزيدو، كاين الآن ناقص جوج، دونك زائد الآن ناقص واحد. إلا مشيتي طبقتي هاد الطريقة، يعني خديتي من واحد حتى الآن وعاودتها بأن في أن زائد واحد على جوج، فكأنك كتقول بلي هاد المجموعة هذا اللي غادي ندور عليه دابا راه هو هذا، راه هو واحد زائد جوج زائد حتى الآن. لا، نورمالمون وراء أن شنو خصو يكون إلا خدينا هاد المجموع هذا؟ واحد زائد جوج زائد زائد حتى الآن. هاد المجموع هذا راه هو واحد زائد جوج حتى أن قبل منها شنو؟ قبل منها أن ناقص واحد. إذا هنا قبل منها أن ناقص جوج، إذا هاد المجموع هذا راه ماشي هو هذا. حط معايا البال هنايا، تكونو ضابطين مزيان شنو هو المعنى ديال سيغما أو لا مجموع، باش مطيحوش في هاد الأخطاء هادو. ألو دابا لقينا الجواب بالطريقة رقم واحد، تأكدوا من أن الجواب عندنا هنايا هو الجواب ب، لكن أنا ما بغيتش نستعمل هاد الطريقة هادي، شنو يمكن ليا ندير؟ اعتمادا على الاقتراحات، عندنا واحد المتغير هنايا هو أن. الطريقه اللي غادي نطبقوا هنا بحال الطريقه اللي درناها مع ديك ليكزيرسيس ديال الاخطاب ديال لا لينياريزاسيون، فاش طلب مني ندير الاخطاب ديال كوسينوس بويسونس 3 دو تيتا. خلينا قيمه دو تيتا، ياك كان عندي واحد المتغير في لينونسي وعندنا نفس المتغير في الاقتراحات. اذا شنو كندير انا؟ كنمشي نحسب، كناخد قيمه دو تيتا ثم كنحسب بهذيك الداله ولا بهذيك المتتاليه ولا بشنو اللي عندي في لينونسي، وتنقارنها وتنعاود نحسب بالنسبه للجو. اذا انا غنحسب الجداء يو واحد فوق يو دو جوسكي فوق يو ان بالنسبه لقيمه معينه ل ام، مثلا ان يساوي 3 ولا ان يساوي 2 ولا ان يساوي 4، وغادي نعاود نحسب نفس الصوره ديال نفس العدد ان بلا شوا، وغنشوف امتى غادي يتوافقوا. ولكن رد البال مزيان هنا، لانه كاين واحد القضيه تقدر تطيح فيها. انا غادي ناخذ مثلا ان يساوي 3، من الافضل كل ما كبرتي ان كل ما مزيان، حيت الا خديتي ان يساوي 2 ربما انه يكون جوج اقتراحات متشابهين. ولكن ما كايناش قاعده اللي كتقول لي خصك تاخذ هذا ما تاخذش هذا. تقدر تاخذ ان يساوي جوج تصدق، تقدر تاخذ ان يساوي 3 ما تصدقش. الو ناخذ مثلا ان يساوي 3، وغادي نحسبوا هذا الجداء هذا اللي مطلوب مني هو يو واحد فوق يو دو فوا جوسك يو ان. الى خدينا ان يساوي 3 شنو معناها؟ كيقول لي انك خصك تسالي بيو 3، هذه هي الفكره. يعني بدا بيو واحد موراها يو دو، واش غيكون موراها يو 3؟ هذا هو المعنى ديال هاد الجد. واخا كاين هاد النقاط، هادو النقاط تيقول لي بلي خاصك تسالي في يو ان. الا خدينا ان يساوي 3 يعني خاصني نسالي في يو 3. ودابا نمشي نحسب هاد الجد، وباش نحسب هاد الجد خاصني شنو كتساوي يو 1 ويو 2 ويو 3. راه كي يو 1 عندي خاصني يو 2. اي واحد كيعرف حد متتاليه هندسيه ما غاديش يلقى مشكل، المشكل كيف التفاصيل ديال الحساب لداخل، لكن التعبير العام للحد العام المتتاليه الهندسيه راه كلشي كيعرف يحدو. يعني حتى واحد ميلقى مشكل في انه يحسب يو 2 ولا يحسب يو 3. الوغ شنو كتساوي يو 2؟ نعاودو، هي 2 سيغ 3 بويسونس 2 موان 1، هي 2 سيغ 3. شنو كتساوي يو 3؟ هي 2 سيغ 3 كاري، يعني 2 سيغ 9. دابا نمشيو نحسبو هاد الجداء، هو 2 في 2 على 3 في 2 على 9، 2 في 2 في 2 هي 8، يعني 8 ولا 2 أس 3 لا ميم شوز. وتساوي في 3، سو نقولو تساوي في 3 ولا 3 أس 3 تو سامبلومون لا ميم شوز. أولا بغينا نحسبوها 8 على 27، ماشي مشكل.
دابا غادي نمشيو نحسبو الصورة ديال الثلاثة بهاد المتتاليات اللي عندي في الاقتراحات. نبداو بالأولى، جوج أس أن يعني جوج أس ثلاثة، في ثلاثة أس أن في أن ناقص واحد، أن هو ثلاثة، ثلاثة ناقص واحد هي جوج، جوج على جوج هي واحد، دونك ثلاثة أس ثلاثة. إذا هذا الجواب ما صحيحش سامبلومون، هذه ما كتساويش جوج أس ثلاثة على ثلاثة أس ثلاثة. اقتراح جوج عندنا جوج أس أن، إذا جوج أس ثلاثة مقسومة على ثلاثة أس أن في أن ناقص واحد على جوج هي ثلاثة أس ثلاثة. كان الجواب اللي عطاني هذا متوافق مع القيمة، لكن لا يعني أنه جواب صحيح. خاصنا نوقفوا بلاتي، يعنيش بلي هذا هو الجواب الصحيح، حيت ممكن اقتراح آخر يعطي نفس النتيجة. لا عطاني اقتراح آخر نفس النتيجة، شنو غادي ندير؟ غادي ناخد قيمة أخرى. لأن هاد القضية مغاديش تطرح لينا مشكل في هاد الاقتراحات ولا في هاد السؤال هذا، ولكن نفترض أنه الجواب د حتى هو عطاني نفس النتيجة مثلا، هي ما صحيحة ولكن نفترض أنه عطاني نفس النتيجة، شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ناخد قيمة أخرى لأن مثلا أن يساوي جوج، وغادي نمشي نحسب مرة أخرى أي واحد فوا أي جوج حتى لأي أن. شكون تساوي هادي؟ هي أي واحد في أي جوج دائما، أي أن هو الآخر، يعني خاصني نوقف في هاديك أي أن. إلا خديت أن يساوي جوج، يعني هاد الجداء كيساوي أي واحد في أي جوج، ونمشي نحسبها ونعاود نقارنها مع القيم ديال بي و دي فقط، لأن الآخرين قصيتهم أ و ساو أو، هادو مشاو، قالت لي بي و دي. هنا في كاين المشكل، غنعاود نحسب مرة أخرى الصور ديال الجوج ونشوف اللي غتعطيني الجواب الصحيح. إذا غتختار لي اقتراح مرة أخرى وناخد الاقتراح اللي بقى فيه الجواب صحيح، وحتى إلى هذيك أن يساوي جوج ما عطاتنيش، نمشي ناخد أن يساوي ربعة. فهادو يعني مختلف الاقتراحات اللي ممكن، أو مختلف الأمور اللي خاصني نديرهم في كل حالة، ولكن راه في الأغلب ما تيطرحش إلى هذا المشكل هذا. إذا هادو طرق، بجوج ديال الطرق للإجابة على هذا السؤال هذا. إذا ندوزو للسؤال رقم 10. Alors soit f la fonction définie par لتكون f دالة المعرفة ب f دو x كتساوي x ناقص 5 في x ناقص 4 في x ناقص 3 في x ناقص 2 في x ناقص 1. السؤال كيطلب مني قيمة f بريم دو 1، la valeur de f بريم دو 1 العدد المشتق في النقطة x0 يساوي 1. لحساب العدد المشتق في النقطة عندنا جوج ديال الطرق، سواء اننا نحسبوا الدالة المشتقة قواعد الاشتقاق اللي كنعرفو ثم نعوضو ونحسبوا الصورة ديال واحد بديك الدالة المشتقة، يعني نمشي نحسب f بريم دو x ونعوض x بواحد. إذا كانت الدالة قابلة للاشتقاق في ديك النقطة، إذا كانت الدالة قابلة للاشتقاق في ديك النقطة، هي فين كندير هاد القضية؟ مثلا هنا عندنا دالة حدودية، دالة حدودية هي قابلة للاشتقاق في أغ كاملة، يعني قابلة للاشتقاق في النقطة واحد، وبالتالي كنمشي نطبق هاد الطريقة. أما إلا كنت ما مأكدش واش الدالة قابلة للاشتقاق، يعني دوك القواعد العامة للاشتقاق ما كتقولش ليا بلي هادي دالة قابلة للاشتقاق، وما كتقولش ليا حتى بلي راها غير قابلة للاشتقاق. نعطيكم مثال هنايا، عندنا جذر إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد، هادي حيت فيها الجذر ما عنديش الحق نقول بلي راها قابلة للاشتقاق في إكس يساوي واحد، لأنه في إكس يساوي واحد كاين هذا من داك الجذر، وما عنديش حتى الحق نقول بلي راها غير قابلة للاشتقاق. باش نقول غير قابلة للاشتقاق خاصني نمشي نحسب النهاية ديال اف دو اكس ناقص اف دو اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو، هنا اكس زيرو هو واحد مثلا. اذا عندنا جوج ديال الطرق قلنا باش نحسبو العدد المشتق، في هاد الحالة هادي الدالة اف قابلة للاشتقاق في المجموعة اغ، لانها دالة حدودية، يعني جداء حدوديات فهو دالة حدودية، لا نشرنا هادشي. ولكن الطريقة اللي نمشي نحسب المشتقة كيف ما كان اكس نعاود اكس بواحد راه ما صالحش ليا في هاد السؤال هذا. عطيتيني الجواب، ولكن شوفوا معايا، جداء 5 ديال الدوال، واللي فكر انه يدير القضية ديال يحسب المشتقة فما يمكنش، لانه غادي يطول الحساب بزاف، خاصك على الاقل واحد ربع ساعة ديال الحساب وغادي تغلط في الحساب، لانه هنا 5 ديال الدوال غير اف و جي كتعطيني اف بريم فوا جي بلو جي فوا اف بريم، هادي غير جوج دوال، فما بالك خمسة. ديال الطريقة هنا باينة شنو هي، هنا مفروض عليا نستعمل الطريقة ديال نحسب النهاية. دونك النهاية ديال اف دو اكس ناقص اف ديال واحد، اف دو اكس ناقص اف دو واحد على اكس ناقص واحد. اف دو واحد شنو كتساوي هنايا؟ هي زيرو، لأنه عندي هنا فوا اكس موان زيرو، واحد ناقص واحد زيرو، زيرو في داكشي اللي بقى هي زيرو،
وغادي نقسم انا على اكس ناقص واحد. دونك غتمشي اكس ناقص واحد مع اكس ناقص واحد، شنو يبقى ليا؟ اكس ناقص خمسة في اكس ناقص ربعة في اكس ناقص ثلاثة في اكس ناقص جوج، ثم نعود اكس بواحد التعويض المباشر. لو تبقى عندي واحد ناقص خمسة في واحد ناقص ربعة في واحد ناقص ثلاثة في واحد ناقص جوج، اللي هي ناقص ربعة في ناقص ثلاثة في ناقص جوج في ناقص واحد. ربعة في ثلاثة 12، 12 في جوج 24، 24 في واحد هي 24، أنا ناقص ربعة المرات إذن تولي زائد، دونك 24 اللي هو الجواب، الجواب أ. دوزو دابا للسؤال 11. لتكن f الدالة المعرفة بما يلي، سوا f لا فونكسيون ديفيني بار f دو x كتساوي 2 فوا ln دو x سور x فوا 1 بلوس ln كاري دو x. الدالة الأصلية ل f على 0 زائد ما لا نهاية والتي تنعدم في واحد هي la primitive de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini qui s'annule en 1 est. عندنا مجموعة من الدول هنايا، مطلوب مني الدالة الأصلية تنعدم في نقطة. إذا عندي جوج الأمور خصني نحترمهم هنايا، أنها دالة أصلية وأنها تنعدم في واحد. وهنا عندنا جوج طرق للإجابة. الطريقة الأولى هي البحث عن التكامل، حساب تكامل. ملي كنقولك الدالة الأصلية لدالة f تنعدم في x0، فهنا المقصود حساب التكامل من x0 يعني النقطة اللي كتنعدم فيها الدالة حتى ل x دو f دو t دي t. هذه هي الدالة الأصلية، هذه هي f دو x. إلا حسبنا هذا التكامل هذا غادي نطيحو في الجواب. المطلوب مني هنا نكون عرف نحسب التكامل، يعني في حساب التكامل عندكم جوج ديال الطرق فقط، عندك تحديد الأصلية مباشرة بالملاحظة، وعندك الطريقة الثانية هي مكاملة بالأجزاء تغيير المتغير خارج البرنامج، لكن كينفع بعض المرات، ولكن ماشي ضروري. إلا عطاك تكامل عرف أنه كيخرج غير بالطرق الأولى. الطريقة الثانية شنو هي؟ إلا كانت هادو اللي في الاقتراحات هما عبارة عن دوال أصلية للدالة F، يعني أنه الجواب المشتقة ديالو راه هي F، فالدالة الأصلية المشتقة ديالها نرجعو لهاد F هادي. إذا سواء نكون سريع في الحساب ونمشي نحسب فقط مشتقات ونلقي الجواب، سواء نكون سريع في الملاحظة ونشوف الدالة الأصلية ديال هادي غير بالملاحظة حساب تكامل ونعرف شنو هي، وما نساش الشرط ديال أنها تنعدم في واحد. حنا غادي نشوفو الطريقة الأولى، غادي نحاولو نحسبو مشتقات، ولكن قبل هنا تيقول لي بلي الدالة تنعدم في واحد، أنا غادي نمشي نشوف الدوال التي لا تنعدم في واحد، هادوك ما نحسبش لي من المشتقة ديالو. الدوال التي لا تنعدم في واحد ما نحسبش لها المشتقة، هي معروف أنها ماشي جواب. نحسبو الصورة ديال واحد الدالة الأولى، ألان أس اتنين ديال واحد هي زيرو، تبقى لي ألان ديال واحد هي زيرو. الثانية ألان أس اتنين ديال واحد هي زيرو، دونك حتى هي جواب، ممكن تكون جواب. لا ميم شوز بالنسبة للثالثة، تعطيني حتى هي زيرو، الرابعة تعطيني زيرو، والخمسة تعطيني زيرو، إذا كلهم تينعدمو في واحد. لكن كون لقيت شي وحدة ما كتنعدم في واحد فهاديك ما نحسبش ليها المشتقة بلا ما نضيع معاها الوقت. نبداو بالاولى نحسبوا لها المشتقه ديالها. المشتقه ديالها هي او بريم على او، لانه الان ديال شي حاجه. شنو هو المشتقه ديال جوج الان دو اكس؟ المشتقه ديال جوج الان دو اكس هي جوج على اكس في الان دو اكس. الوغ دو فوا او بريم فوا او بويسونس دو موانز مقسومه على واحد زائد الان اس اتنين دو اكس. هذاك اكس اللي فوق المقام نهبطو لتحت تبقى ليا جوج الان اكس لواحد زائد ألان أو كاري دو إكس فوا إكس. الجواب الصحيح هو الجواب أ، ولكن حتى الطريقة ديال أنني نبحث على التكامل حتى هي طريقة مزيانة. المطلوب مني هو التكامل من واحد لإكس ديال جوج ألان دو تي على تي في واحد زائد ألان أو كاري دو تي دي تي. شوف ملي يكون عندي كوسيون يعني خارج، ضروري نفكر في هذيك او بريم على او، ضروري نفكر فيها حيت هذه اللي كنشوف انا في هذوك الدول الاصليه اللي تعطوني في هذاك الجدول، عندي او بريم على او خاصني نفكر فيها ضروري. هذه
خاطر بالك الداله معقده بهذا الشكل. الله حتب لي هذه او بريمير او سهل السؤال. فغنقول بلي هذه ممكن تكون هي او، نحسب لها المشتقه ديالها، فعلا هي جوج في ان دو تيرلت، وبالتالي حددنا التكامل هذا. صافي حددنا الداله الاصليه، نمشيو نحسبوا التكامل وغادي نلقاو الجواب الصحيح. حتى الطريقه الثانيه ديال انك تحسب المشتقات فهي هي طريقه سهله ومضمونه 100%، فقط خاص تكون سريع في الحساب. اذا ندوزو دابا للسؤال رقم 12. السؤال رقم 12 كيطلب مني حساب التكامل لانتغرال اي تغرال التكامل اي يساوي نروح التكامل من 0 ل 1 جوج تي زائد 3 على تي زائد جوج دي تي. هنايا حساب التكامل خاصني نمشي نحسب التكامل بالطريقه العاديه، مكامله بالاجزاء ولا بحث عن الداله الاصليه. هنا عندي داله جذريه، والدوال الجذريه في البرنامج عندكم محدوده. شنو هما الدوال الجذريه اللي ممكن يعطيوكم؟ حيتاش لارك طونجونت خارج البرنامج، ف داكشي علاش هي محدوده الاختيارات اللي عندكم. حتى هذيك لا ديكومبوزيسيون ان اليمون سامبل ما كايناش. شنو هما الامور اللي ممكن يتحطوا لكم؟ داله جذريه سوا تكون، هنا غادي ناخدو مثلا بي على كيو، بي على كيو سوا يكون الدوغري ديال بي صغر من او يساوي ولا صغر قطعا من دوغري دو كيو، وهنا كنتعاملو بطريقة معينة، او لا يكون الدوغري ديال بي اكبر او يساوي من دوغري ديال كيو. الدوغري نقصدو به الدرجة، الدرجة ديال الحدودية اللي الفوق والدرجة ديال الحدودية اللي التحت. مثلا في هذا المثال جوج تي زائد ثلاثة الدرجة ديالها هي واحد، والتي على جوج ولا تي زائد جوج الدرجة ديالها هي واحد، يعني كنشوفو أكبر أس. كون كانت عندي الفوق غير ثلاثة مثلا، شنو هي الدرجة ديال ثلاثة؟ ثلاثة هي ثلاثة في تي أس زيرو، يعني الدرجة ديال ثلاثة هي زيرو. الحالة إلا كان الدوغري ديال الفوق صغر قطعا من الدوغري ديال التحت، في هذه الحالة كنفكروا في هذا الشكل هذا U بريم على U. الحالة إلا كان الدوغري ديال بي أكبر أو يساوي الدوغري ديال كيو، في هذه الحالة هذه كنديرو القسمة الأقليدية لا ديفيزيون أقليديان، ومن هنا كندوزو لهذه الحالة هذه. دونك هذا المثال هذا غادي يشرح لنا هذا الشيء مزيان. شنو تلاحظوا في هذا المثال؟ الدرجة ديال الفوق أكبر أو تساوي من الدرجة ديال التحت. إذا شنو غندير؟ لا ديفيزيون أوكليدية، القسمة الأوكليدية ديال الفوق على التحت. ألوغ جوج تي زائد ثلاثة على تي زائد جوج، ألوغ جوج جوج تي ناقص ربعة ناقص واحد. إذا نتيجة القسمة الأوكليدية هو أنه جوج تي زائد ثلاثة كتساوي دو فوا تي بلوس دو زائد الخارج أو الباقي، لو غيست هو موانزا. كناخدو هاد النتيجة ونمشيو نعاودوها في هاديك الدالة الجذرية. إذا جوج تي زائد ثلاثة على تي زائد جوج كتساوي دو فوا تي بلوس دو موانزا سيغ تي بلوس دو. ثم كنفرق هاد البسط على المقام، تبقى ليا جوج ناقص واحد على تي زائد جوج. تلاحظوا بلي هنايا دائما نطيها فيها بهذا الشكل، حدودية، دالة حدودية كنعرفو نحسبو ليها التكامل ديالها، ماشي دائما نطيح ليكم هنا جوج عدد، ممكن نطيح ليكم حدودية. هنايا التكامل ديال الحدودية معروف. المهم أنه في الأخر تيبقى ليكم الشكل بهذه الطريقة هذه، كتبقى ليكم واحد الدالة جذرية اللي تتكون فيها الدرجة ديال الفوق صغر قطعا من الدرجة ديال التحت، دائما هذه هي نتيجة القسمة الأقليدية. وهنايا كنفكر في أو بريم على أو. وبالتالي دابا التكامل من زيرو لواحد ديال اف دو تي دي تي كيساوي الدالة الأصلية ديال هاديك هي جوج تي ناقص واحد على تي زائد جوج، واحد على تي زائد جوج ران ديال تي زائد جوج. لو كان عندي مثلا هنايا جوج مثلا ولا ربعة شنو غندير؟ حتى هنا او بريم على او واخا مبيناش، كنشوف المشتقة ديال الفوق ديال التحت شنو هي، هي واحد، دونك واحد هاد ربعة كنعزلها تو سامبلومون صافي. ولا عندي مثلا هنا ان دومي لا ميم شوز، شنو كندير؟ هاد الواحد على جوج كنهبطها لتحت. يعني الا كان عندي بالنسبة للضرب في عدد حقيقي فهو ما كيأثرش في التكامل، كنقدروا نضربو ونقسمو باش نبينو الدالة الأصلية ديالنا. القضية شفتوها بزاف.
صافي هادي دير الأصلية من زيرو لواحد. دابا التعويض المباشر تبقى لي جوج ناقص ال ان ديال جوج ناقص قوس جوج في زيرو هي زيرو ناقص ال ان زيرو زائد جوج هي جوج بلاتي هي تلاتة. إذن تبقى عندي دو موان ال ان دو تخوا بلوس ال ان دو دو ln de a moins ln de b et ln de a sur b. Donc je n'ai rien ln d'il 2 sur 3. Le jawab sahih ou le jawab c. Devait sur f l'adad la radia. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. L'ensemble des points M2Z, le M d'affixe Z, tel que Z plus 1 sur Z appartient à R. إيه لو على المستوى العقدي منسوب لمعلم متعامل ممنظم مباشر او اي في مجموعة النقاط ام دو زد حيث زد زائد واحد على زد عدد حقيقي هي لاكس دي ريال بريفي دي او المحور الحقيقي محروم من النقطة او لو سيركل دو سونتر او اي دو رايون ان الدائرة التي مركزها هو شعاع واحد لاكس دي ريال بريفي دي او موانز ان اي بي ان محور الحقيقي محروم بين النقطتين A ناقص واحد و B واحد. لو سيركل دو سونتر O اي دو رايون 1 بريفي دو A موانز 1 B 1 لو الدائرة التي مركزها هو شعاع واحد محروم من النقطتين A و B. اي فينالمون لاكس دي ريال بريفي دو O يونيون لو سيركل دو سونتر O اي دو رايون 1 والمحور الحقيقي محروم من النقطة O اتحاد الدائرة التي مركزها هو شعاعها واحد. فاش كيطاني السؤال بهذا الشكل هذا المطلوب مني تحديد مجموعة النقط التي تحقق اف دو زد اف دو زد عدد حقيقي او لا ممكن يقولوا لي عدد تخيلي صرف مثلا زد زائد واحد على زد ينتمي الى اخ او زد زائد واحد على زد ينتمي الى اخ. كاين جوج ديال الطرق ديال الجواب هنا جوج ديال الطرق وبجوج ما يعطوني النتيجة فقط خاصني نكون عارف نحسب ونكون سريع في الحساب. الطريقة الأولى هي أنني نوضع زاد في الشكل الجبري ديالو وملي كنوضع زاد في الشكل الجبري ديالو خاصني نكون نعرف المعادلات الديكارتية لعدة مجموعات من النقط. وهنا خاصنا كنهضرو على معادلة ديكارتية لمستقيم معادلة ديكارتية لدائرة راه ما عندكمش شي حاجة أخرى من غير هادو. معادلة ديكارتية لمستقيم y كتساوي ax زائد b هي علاقة خطية ما بين y و x تو سامبلومون. معادلة ديال دائرة هي المكتوبة على شكل x ناقص a أس 2 زائد y ناقص b أس 2 كتساوي a أس 2. في هذه الحالة العناصر المميزة ديالها هما المركز ديالها اللي هو ab الإحداثية ديالو ab ولا اللاحق ديالو a زائد eb لافيكس ديالو هو a زائد eb والشعاع هو r إلا كانت المعادلة مكتوبة بهذاك الشكل بالضبط. هادشي اللي كاين. لو نبداو بالطريقة الأولى ومن بعد ندوزو للطريقة الثانية. الطريقة الثانية كتعتمد على قواعد أخرى لكن في الأخر نفس كيعطوني نفس الجواب. ألوغ نبداو بالطريقة الأولى. أون بوز ولا نضع زاد كتساوي إكس بلس إي إيكغيك ثم كنمشي نحسب هاديك زاد زائد واحد على زاد وكنكتبها في الشكل الجبري ديالها نفس الخطوات كيتعاودوا. اذا زد زائد واحد على زد كتساوي اكس زائد اي ايغريك زائد واحد على اكس زائد اي ايغريك. هاد اكس زائد اي ايغريك مكتوبه في الشكل الجبري بقى لي غير هذا. الوغ هذا شنو غادي ندير معاه؟ خاصني نضرب في المرافق باش كيكون عندي مقام عدد عقدي في المقام خاصني نضرب في المرافق باش تحولو للشكل الجبري. راهو اكس بلس اي ايغريك بلس المرافق هو اكس ناقص ايغريك في الاخر تبقى لي هنا اكس اس 2 زائد ايغريك اس 2 والفوق اكس ناقص اي ايغريك ثم نوحدو المقام. المقام واحد هنا هو اكس اس 2 زائد ايغريك اس 2 تبقى لي x أس 3 زائد x y كاري زائد i y x كاري زائد i y بويسونس 3 زائد x ناقص i
إيكغاك تما ككتب هادشي هذا في الشكل الجبري، يعني غادي نفرق الجزء الحقيقي لا بارتي بوحدها والجزء التخيلي لا بارتي ايماجينير بوحدها. الوغ 3 دي اكس بويسونس 3 بلس اكس فوا إيكغاك كاري بلس اكس بلس اي فوا نفرق المقام اكس كاري بلس إيكغاك كاري. الوغ اي غا تبقى لي إيكغاك اكس كاري زائد إيكغاك بويسونس 3 ناقص إيكغاك سومايا اكس كاري ناقص زائد إيكغاك كاري. ملي كنكتب هذاك العدد اف دو زد، اف دو زد اللي هو زد زائد واحد على زد في هذه الحالة في الشكل الجبري ديالو، كنشوف الشرط اللي عندي. المطلوب مني انا مجموعة النقاط اللي كتحقق هذا اف دو زد عدد حقيقي. كيفاش كنعرف عدد حقيقي انطلاقا من الشكل الجبري ديالو؟ عدد حقيقي هو اللي الشكل او الجزء التخيلي ديالو منعدم. اذا كتقول لي هذه القضية باللي هذا الجزء التخيلي هذا راه يساوي الصفر. هنا عندي بسط ومقام، إذا إذا كان هذا كيساوي الصفر فالبسط هو اللي كيساوي الصفر. إذا زاد زائد واحد على زاد ينتمي إلى R يكافئ Y X بس 2 زائد Y بيسونس 3 ناقص Y كتساوي زيرو. شنو العملية اللي ممكن ندير هنايا؟ ممكن أن نعمل بـ Y. ألوغ Y فوا X أو كاري بلوس y au carré moins 1 كتساوي 0، et هادي غتعطيني بلي y كيساوي 0 او x اس 2 زائد y اس 2 ناقص 1 كتساوي 0، يعني كتساوي 1. دابا جا الدور انني نكون عارف ندير التأويل الهندسي لمعادلات ديكارتية. اشنو هو y كيساوي 0؟ y كيساوي 0 هو المحور الحقيقي. لو خدينا هنا معلم شنو هي مجموعة النقاط اللي كتحقق Y كيساوي زيرو؟ هو هذا المحور هذا. أي نقطة من هذا المحور الأرتو ديالها هو زيرو، إذا هنا المحور الحقيقي لاكس ريال X أو كاري بلس Y أو كاري إيكال أ. هنا معادلة الدائرة، شوف ماشي دائما تخرج لي يعني X أو كاري و Y أو كاري صافي دائرة. نعطيكم مثال هنا، وجات لي اكس او كاري زائد y او كاري كتساوي ناقص 1، هذه ماشي معادلة دائرة، هذه غير معرفة اصلا. علاش؟ لانه اكس اس 2 زائد y اس 2 هي شي حاجة موجبة، شي حاجة موجبة ما يمكنش تساوي ناقص 1، لان يعني هذا كنحيدوه. صافي، هذه ليست معادلة دائرة، هذه المجموعة الفارغة. نعطيني مثلا انا واحد الشرط على مثلا نفس الحاجة، مثلا زائد زائد واحد على زائد، وبقيت غادي خدام ولقيت x اس 2 زائد y اس 2 كتساوي ناقص 1. شنو التأويل الهندسي ديالها؟ هي المجموعة الفارغة، يعني لا توجد نقطة للإحداثيات ديالها x y اللي كتحقق هاد الشرط هذا. السبب راه قلنا علاش موجب ما يمكنش يساوي سالب، لكن حنا خرجت لنا x اس 2 زائد y اس 2 كتساوي 1، وهذه معادلة دائرة. المركز ديالها شنو هو؟ خاصني نلاحظ بلي x اس 2 هي x ناقص 0 اس 2، y اس 2 هي y ناقص 0 اس 2 كتساوي 1 اس 2. اذا العناصر مميزة، المركز او ولا 0 0 اللي هو او، والشعاع هو 1. كنردوا البال، ماشي دائما كتخرج بسيطة بهذا الشكل، بعض المرات كنحتاج ندير تعديلات، وهذا الشيء راه شفتوه، كنحتاج نديرو تعديلات باش نعرفوا المركز والشعاع. صافي، واخا هنا بعض المرات محتاجو ديروا هذه القضية، لانه ضيج الاختيارات راه عطينكم المركز والشعاع. الا الا كان مثلا اقتراح كيعطيني مركز معين وشعاع معين، واقتراح اخر كيعطيني مركز معين وشعاع معين اخر، فهنا خصني نرد البال ونمشي نكمل الحساب. الطريقه اللي كديروها هي انك تبحث على متطابقه هامه. نهضروا لهاد القضيه اللي بين قوسين، انا مثلا خرجت ليا اكس اس 2 ناقص اكس زائد ايغريك اس 2 ناقص ايغريك مثلا ناقص جوج كتساوي زيرو. هذه دائرة، ممكن تكون دائرة ممكن تكون لا، خاصني نكمل الحساب باش نعرف. خاصني نبين اكس ناقص اس 2، عندي هنا بداية متطابقة هامة. إذا عندي اكس اس 2 خاصني نبين ناقص جوج فوا، ضروري نبين هاد ناقص جوج، ناقص جوج فوا اكس فوا واحد على جوج. اشنو خاصني نزيد باش نكمل المتطابقة هامة؟ نزيد واحد على جوج أس اثنان اللي هي واحد على أربعة، ونعاود نفس الحاجة بالنسبة لإيكغاك. ألوغ إيكغاك أس اثنان ناقص جوج في
y في واحد على جوج زائد واحد على أربعة. لو زدنا واحد على أربعة من واحد على أربعة هي واحد على جوج، خاصني ننقصها ناقص واحد على جوج. منساش ديك ناقص جوج اللي عندي كتساوي زيرو. إذن شنو غيبقى عندي؟ إكس ناقص واحد على جوج بس اتنان، زائد إيكغيك ناقص واحد على جوج بس اتنان، ناقص واحد على جوج ناقص جوج. غادي ندير الطرف الآخر اللي حسبناها مزيان، عطيني خمسة على جوج. إذن هاد الدائرة هي المركز ديالها ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج، والشعاع ديالها هو جذر خمسة على جوج، لأنه هاد العدد اللي عندي هنا راه هو الشعاع أس اتنان، إذن الجذر خمسة على جوج. أما لو كنت درت هاد القضية هادي والعدد اللي خرج لي هنا سالب مثلا ناقص خمسة على جوج مثلا، فهنا المجموعة الفارغة نفس السبب هذا موجب كيساوي شي حاجة سالبة، إذن هذه المجموعة الفارغة. هادو هما جوج الحالات اللي ممكن أنه يطيحوا ليكم. صافي دابا شفنا الطريقة الأولى، مازال ما كملناش، ونورمالمون هاد القضية اللي غنقول دابا خاصها دار من الأول ماشي حتى الأخر، ولكن راه ماشي مشكل حتى دابا ممكن نديروها. هي أنك تمشي تاخد هذيك الدالة اف دو زاد اللي عاطينك، الدالة العقدية اف دو زاد اللي هي في هذه الحالة زاد زائد واحد على زاد، وتحدث لها مجموعة التعريف ديالها. هنا عندي مقام، إذا المقام خاصو يخالف الصفر، إذا شنو غادي ندير؟ خاصني نحيد الزيرو من مجموعة النقط، نحيد النقطة اللي اللاحق ديالها ولا لافيكس ديالها هو زيرو. شنو هي النقطة اللي لافيكس ديالها هي زيرو؟ هي أصل المعلم، هي أو. إذا راه عندي هنايا المحور الحقيقي اتحاد، لأنه هاد أو هادي كترجم في مجموعة النقط باتحاد، هاد أو اتحاد هو تقاطع، أو اتحاد هو تقاطع. إذا عندي المحور الحقيقي اتحاد الدائرة التي مركزها أو شعاعها هو واحد، محروم من النقطة أو. هاد محروم من النقطة أو كنهضرو على المحور الحقيقي، لأنه هي هاد أو كتنتمي للمحور الحقيقي ما كتنتميش للدائرة. داكشي علاش أنا في اقتراحات كاتب ليكم المحور الحقيقي محروم من أو اتحاد الدائرة التي مركزها أو شعاع واحد، وكان يكتبوها بطريقة أخرى المحور الحقيقي اتحاد الدائرة التي مركزها أو شعاع واحد، هاد المجموعة محرومة من النقطة أو. حتى هذا الجواب، الجواب الصحيح هو الجواب أو. نديرو دابا لا دوزيام ميثود. هنايا ما غاديش نعتمدو على الشكل الجبري، وإنما نعتمدو على قواعد أخرى في الإنغ كومبلكس. عندنا هاد القاعدة هادي، زاد عدد عقدي حقيقي إذا وفقط إذا كان زاد كتساوي زاد بار، إذا كان كيساوي المرافق ديالو فهو عدد حقيقي. زاد ينتمي إلى إي آر، زاد عدد تخيلي صرف إيماجينار بيور، سي سولمون سي، زاد تيكال موان زاد بار. هادي القاعدة اللي غادي نعتمدو عليها هنايا. حنا بغينا زاد زائد واحد على زاد هو اللي يكون عدد حقيقي. إذن هذا اللي هو زاد زائد واحد على زاد كيساوي الباغ ديالو. شنو هو الباغ ديالو؟ تنفرقو، زاد باغ زائد واحد على زاد باغ، واحد على زاد لو تو باغ هي واحد على زاد باغ. ثم كنقدو الحساب مزيان، واحد المقام زاد او كاري بلس ان سيغ زاد كتساوي زاد باغ أس اتنان زائد واحد على زاد باغ، ثم جداء الوسطين كيساوي جداء الطرفين زاد كاري بلس ان فوا زاد كتساوي زاد فوا زاد بار كتساوي زاد فوا ان بلس زاد بار او كاري. ثم ننشر زاد كاري زاد بار بلس زاد بار ناقص زاد ناقص زاد فوا زاد بار او كاري كتساوي زيرو. كندير كلشي للطرف طرف واحد. ثم دابا كنشوفو شي تعميل، غالبا هادو هما التقنيات، نحاولو نعملو هادشي. هذا كاين واحد التعميل بزاد فوا زاد بار، هادي ما هادي زاد فوا زاد بار هو العامل المشترك، غتبقى ليا زاد ناقص زاد بار، ياك زاد ناقص زاد بار. ثم عندي زائد زاد بار ناقص زاد كتساوي زيرو، مرة أخرى غنعمل بزاد ناقص زاد بار، تبقى ليا فوا زاد زاد بار ناقص واحد كتساوي زيرو، ومنه زاد كتساوي زاد بار أو زاد زاد بار اللي هي شنو هي زاد زاد بار؟ هي لو موديل زاد أو كاري كتساوي واحد. زاد كتساوي زاد بار كتعني أن زاد عدد حقيقي، ياك؟
زائد كتساوي زائد بار يعني زائد عدد حقيقي. او لو موديل دو زائد او كاري كتساوي واحد، هنا شنو هو لو موديل دو زائد نورمال؟ هو او ام، هو المسافة او ام، يعني التأويل الهندسي ديالها او ام او كاري كتساوي واحد، دونك او ام كتساوي واحد. شنو هي مجموعة النقط بحيث او ام كتساوي واحد؟ هي الدائرة التي مركزها او وشعاعها واحد. صافي، او ام كتساوي ثابتة، ولا بي ام كتساوي ثابتة. هنا كنهضروا على الدائرة التي مركزها بي وشعاعها هذيك ثابتة. زاد عدد حقيقي بين التأويل الهندسي ديالها، المحور الحقيقي. إذا المحور الحقيقي دائرة التي مركزها او وشعاعها واحد، ثم المحور الحقيقي محروم من النقطة. هذه طريقة ثانية للجواب على السؤال. السؤال رقم 14. Soit WN, la suite définie par W0 égale à 1/2, et quel que soit N, un entier naturel, WN plus 1 égale à WN moins 1 au carré plus 1. Si WN est convergente, alors la limite quand N tend vers plus l'infini de WN est égale à لتكن WN المتسالية المعرفة ب W0 كتساوي واحد على جوج، كيلكو سوا N لكل N من المجموعة N جمع، WN زائد واحد كتساوي WN ناقص واحد أس اتنين زائد واحد. إذا كانت WN متقاربة فإن، أعطيك هنا كل شيء. إذا كانت WN متقاربة فإن النهاية ديالها تساوي، ما قالش مباشرة عطيني النهاية، حيت لو كان قالك النهاية مباشرة هنا كاين مشاكل أخرى. السؤال سهل بزاف. إذا كانت WN متقاربة حيدو لك بزاف الخدمة، لأنه ممكن تكون غير متقاربة، في هذه الحالة صعيب باش نعرف النهاية كيف ما درنا في فيديوهات سابقة لتحديد نهاية متتالية معرفة بالشكل التالي: WN زائد واحد كتساوي F دو WN، يعني كتكون دالة مساعدة هنايا. فهنا كاينة شوية الخدمة. في الاول خاصنا نعرفوا المتتاليه واش متقاربه. فاش كنعرفوا متقاربه عاد كندير واحد العمليه كتكون سهله، يعني اصعب خطوه هي انك تعرف المتتاليه واش متقاربه. الو دابا عارفينها متقاربه، مباشره النهايه ديالها هي حل المعادله اف دو اكس كتساوي اكس. وهذه المعادله هذه ماشي دائما كيكون عندها حل وحيد، كيكون عندها عده حلول بعض المرات. وفاش كيكون عندها عده حلول مطلوب مني نحدد شنو هو الحل الانسب. نشوفوا الطريقة هنا. إذا قلنا غادي نحلوا المعادلة f دو x كتساوي x. شنو هي f دو x بعد هنايا؟ هنا wn plus 1 مكتوبة على شكل f دو wn، بمعنى مكتوبة على شكل صورة wn بواحد الدالة f. شنو هي الدالة f؟ كنجيو لهنايا وكنعوضوا wn بx. إذا الدالة هي x ناقص 1 أس 2 زائد 1 تساوي x. إذن هنا مطلوب منا الحل ديال هاد المعادلة من الدرجة الثانية. ألوغ غتبقى عندي هنا x أو كاري موان 2x بلس 1 بلس 1 يعني بلس 2 موان x إيكال أ زيرو. دونك x أو كاري ناقص 3x زائد 2 كتساوي زيرو. ألوغ دلتا هنا 9 ناقص 4 في 2 هي 1. الحلول عندنا 3 زائد 1 على 2، 3 ناقص 1 على 2. 3 زائد 1 على 2 هي 2، 3 ناقص 1 على 2 هي 1. شنو هي النهاية؟ واش 1 ولا 2؟ على الأقل أنا عرفت بلي هاد 3 اللي ضربت عليهم ما صحاش. فرضا ما عرفتش الجواب الصحيح فينا هو، فغنختار على الله وحده في 2. ولكن خاصنا نديرو شوية المجهود باش نحدو فينا هي النهاية بالضبط. وشنو هي الطريقة؟ الطريقة بكل بساطة هي نعرفوا المجال اللي كتنتمي ليه WN. وهذا السؤال كان كيجيكم يعني في الامتحان الوطني ولا في التمارين ديال المتتاليات، كان كيقول لك مثلا بين ان، بين بالترجع ان لكل ان من ان نجمة يو ان محصورة بين 0 و 1 الى 2. هذا السؤال ما معطيكش هنايا، خاصنا نقلبوا بوحدنا على المجال اللي كتنتمي ليه هاد المتتاليات. يعني المجال اللي كتنتمي ليه WN إلا كان N ينتمي للمجموعة N. الطريقة بكل بساطة هي أننا نمشيو نحسبو W1 W2 W3 وغادي نعرفو غير انطلاقا من هاد الحدود هادو
شنو هو المجال اللي كيتغير فيه العدد دبليو في؟ لو نحسبوا دبليو واحد، دبليو واحد تعطيني دبليو زيرو اللي هي واحد على جوج ناقص واحد، واحد على جوج أس اثنان هي واحد على أربعة زائد واحد اللي هي خليوها بحال هكا. ثم دابا نحسبوا ننقادوها لأنه مازال نحسبوا دبليو دو، تعطيني هنايا خمسة على أربعة. دابا دبليو دو هي خمسة على أربعة ناقص واحد اللي هي واحد على أربعة أس اثنان زائد واحد اللي هي واحد على ستاش زائد واحد. من بعد دبليو تخوا هي واحد على ستاش زائد واحد ناقص واحد اللي هي واحد على ستاش أس اثنان زائد واحد. إذا شنو تلاحظوا هنايا؟ تلاحظوا بلي هاد دبليو إن هي دالة تناقصية، متفقين؟ شوف معايا، واحد على ستاش زائد واحد ولات واحد على ستاش أس اثنان زائد واحد. واحد على ستاش أس اثنان أصغر من واحد على ستاش، وهاد خمسة على أربعة راه أكبر من هاد واحد على ستاش زائد واحد، من واحد على أربعة راه أكبر من واحد على ستاش، إذا الدالة تناقصية. لكن كاين واحد المشكل هنايا، المشكل في هذيك دبليو زيرو اللي كتساوي واحد على جوج. من واحد على جوج لخمسة على أربعة راه زدنا الفوق، ولكن انطلاقا من هنا ولات تناقصية. إذا هاد الدالة، هاد المتتالية ماشي تناقصية ولكن تناقصية انطلاقا من واحد الرتبة معينة، انطلاقا من أن يساوي واحد ولات تناقصية. كيفاش يمكن لي نعبر على هاد القضية؟ غنكتبو دبليو ان تناقصية انطلاقا من أن يساوي واحد، يعني كلكو سواء من ان نجمة دبليو ان صغر من حد ديال الأول، ياك دائما متتالية تناقصية، إذا فهي أصغر من حد ديال الأول. هنا ياخدنا ان نجمة، إذا الحد الأول هو خمسة على أربعة. وبالتالي ندوزو للنهاية، إذا حتى لا ليميت غتكون صغر من خمسة على أربعة. دابا شكون اللي صغر من خمسة على أربعة؟ واش واحد ولا جوج؟ اللي صغر من خمسة على أربعة هي واحد، هي الجواب الصحيح هو الجواب سي. دابا في المتفاوتات فاش كنبغيو ندوزو للنهاية، ماشي ضروري ديك المتفاوتات تكون صحيحة انطلاقا من أن يساوي زيرو أو انطلاقا من أن يساوي واحد، ماشي ضروري انطلاقا من الحد الأول بصفة عامة، تقدر تكون صحيحة انطلاقا من أن يساوي خمسة. ومع ذلك ندوزو للنهاية، حيت أنا عندي دبليو إن صغر من خمسة لأربعة، وأنا دزت للنهاية وقلت بلي النهاية تاهي صغر من خمسة لأربعة. القضية ديال أن المتتالية تكون يعني تناقصية في الأول من واحد إلى جوج، أو من يو زيرو يو واحد تناقصية ولا تزايدية، ومن بعد بدلات الرتابة ديالها، قضية ما كانتش عندكم بزاف، هذا ما كانتش عندكم أصلا، يعني كانت كتعطاكم متتالية تزايدية أو تناقصية، ولكن أنتم تزادكم هذه المعلومة هذه. ردوا البال، الرتابة لا مونوتوني ماشي بالضرورة تكون من الأول، يعني من الحد الأول، يكفي أنها تكون انطلاقا من حد معين. إذا ندوزو للسؤال 15، سواء غير ستريكتومون بوزيتيف إي إف لا فونكسيون ديفيني باغ لتكون أ ولا ليكون أ عدد حقيقي أكبر قطعا من الصفر، و إف الدالة العددية المعرفة به، إف دو إكس كتساوي واحد زائد إكس فوا إلان دو أ سور إكس، ماشي إكس سور أ، إلان دو أن بلوس أ سور إكس. إذن النهاية la limite quand n tend vers ou là, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1 1 زائد a على 2 1 زائد a plus l'infini a. اول حاجه هنا الحاجه اللي غتجيكم في الشكل هي داك البارامتر a، كيف ما قلنا نفس الملاحظات اللي قلناهم على ديك النهايه ديال المتتاليه 1 ناقص x اس n في 1 زائد x اس n، لا ميم شوز هنا، x كان عدد تما اكس كان فقط بارامتر، قلنا انه ما عندوش علاقه بان، حتى هنا ا عباره عن بارامتر ما عندوش علاقه باكس، انا غنشوفه بحال العدد بحال جوج بحال ثلاثه بحال الجذر جوج بحال خمسه، لان ما غاديش ياثر عليا. الطريقه اللي كنت كنتبعها بلا بارامتر هي الطريقه اللي كنت كنتبعها مع وجود بارامتر. اذا لا ليميت كون اكس تونفير بلس لانفيني، اول حاجه هاد الواحد هذا يخرج برا، حيث الا اعتبرت بلي هذاك الواحد حتى هو داخل في الشكل على المحدد هنا مشكله.
الواحد الى خرج ليه شكل غير محدد هنا ما عندوش علاقه بالشكل غير المحدد. علاش؟ لانه النهايه ديال واحد زائد اكس في الالان ديال جذر واحد زائد ار على اكس هي نفسها لا ليميت ديال واحد زائد لا ليميت ديال اكس في الان. لا ليميت ديال واحد هي واحد زائد لا ليميت كون اكس تنفر بلوس لانفيني اكس الان جذر واحد زائد ار على اكس. اذا هذا الواحد ما عندوش علاقه بالشكل غير المحدد اللي عندي، حيت انا الا اعتبرته داخل في داكشي وبقيت يعني دوك العمليات اللي كندير تندخل فيهم هذا الواحد ما عمري ما غنحيد الشكل غير المحدد. اول حاجه نحيدو من هذا الشيء. هذا دابا بقات لي غير هذه النهايه، داك الواحد ما عرفش علاش زادوه، واش الغرض انه يتلفك في هذه القضيه هذه؟ ما عرفتش، لانه نعطيك نهايه وندير لك فيها عدد حقيقي زائد، ما عرفتش هنايا شنو هو يعني الهدف من هذه القضيه هذه. دونك نحيدو علينا هذا الواحد بعدو ونشوفو فقط هذه النهايه. كيفاش كنحسبوا النهايات ديال الالان ديال الاكسبونسير وهادشي؟ كنشوفوا داكشي اللي وصل الالان ولا داكشي اللي وصل الاكسبونسير لاش كيقول، كنشوفوه كامل لاش كيقول. الا عوضنا هنا اكس بلس لانفيني على بلس لانفيني عدد على لانفيني، قلنا ان داك عدد على لانفيني زيرو، اذا داكشي اللي وصل الالان يقول لواحد. دونك الان ديال واحد هو زيرو، زيرو في لانفيني شكل غير محدد. ما علينا، الشكل المحدد راه معروف، داكشي اللي وصل الالان يقول لواحد. اذا شنو غادي ندير هنايا؟ تو سامبلومون غادي نستعملو لو ديفلوبمون ليميتي. صافي سهل الجواب، الان دو اكس كون اكس تون فيغ ان هي اكس ناقص واحد. ليكيفالون ديال الان دو اكس في واحد هو اكس ناقص واحد، اولا هي ديك لو ديفلوبمون ليميتي اللي استعملناه في لا سيونس بريسيدونت. اذا غنمشي غادي نعود، بقى ليا واحد زائد داكشي اللي وصل الان هو جذر واحد زائد ا على اكس ناقص واحد. اذا شنو بقى عندي؟ عندي جذر واحد زائد ا على اكس. دابا كنعوض اكس ببلوس لانفيني، ا على بلوس لانفيني هي زيرو، دونك بقى ليا جذر واحد اللي هو واحد. اذا الجواب الصحيح هو الجواب.